مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه انه بنتكلم عن الختان الاناث. النهارده اليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث يوم 6 فبراير. حقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم برضو ان مصر بتعمل جهود كبيره جدا لمكافحه هذا الجرم والعمل الشنيع بحق الفتيات والاناث في مصر. حقيقة انه بنات في سن صغيرة جدا بيروحوا ضحية هذا العمل، والمفاهيم المغلوطة عند كتير من الاسر المصرية ان ده عفة البنت وان ده ضروري وان ده لازم، في حين ان هو مفيش اي نص لا ديني ولا تشريعي اقر بيه ولا قاله. الازهر الشريف والكنائس المصرية اكدوا على ده مرارا وتكرارا. الصحة من الناحية الصحية بيضر بيها، من الناحية النفسية بتتعرض لكمية مضاعفات نفسية وعصبية كبيرة جدا، بيكون التعافي منها أسوأ بكتير قوي 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 من الحالة اللي هي ربنا خلقها عليها في الأصل. علشان كده كان لازم ان احنا نناقش هذه الظاهرة، لأنه الظاهرة ديت بدأت تنحصر في مصر بشكل كبير ولكنها لسه موجودة. احنا عايزينها انها تختفي، ومش هتختفي الا لما تتضافر الجهود كلها في التوعية بمخاطر هذا النوع من العمل الإجرامي بحق الفتيات والإناث. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بيشرفنا في الاستوديو ضيفتنا الدكتورة راندا فخر الدين، المسؤولة عن حملة بلطو أبيض ضد مخاطر الإناث. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. زي ما قلت كده انه هذا العمل الاجرامي موجود في مصر، بدا ينحصر لكن لسه موجود، وده بفضل الجهود اللي مصر بتبذلها التشريعيه والتنظيميه بين فئات المجتمع المختلفه. كلمينا اكتر عن المجهودات اللي مصر بتعملها يمكن من 2003 ومصر هي شغاله في هذا الموضوع. كلمينا اكتر عن جهود مصر لمكافحته. مصر من 1904 هي شغاله في الموضوع دوت. يمكن اول حاجه اتكتبت 1904. تمام. 1904 كان في مقاله للشيخ رشيد رضا اتكلم فيها عن مناهضه ختان الاناث وعن رفضه لهذه الجريمه. في سنه 1928 كان اول مؤتمر طبي ضد ختان الاناث في مصر. سنه 57 كان اول قرار لوزير صحه بمنع هذه الجريمه تماما، ومن منع انها تتعمل في اي منشاه صحيه. فالموضوع مش جديد. الموضوع مش جديد ولكن احنا لسه بنشوف برضو انه للاسف لسه من كام يوم حاله ندا. الطفله ندى اللي للاسف توفت، ربنا يرحمها يا رب، وتوفت بسبب هذه العمليه نتيجه ان جالها صدمه عصبيه وهي عند الدكتور. بمناسبه عند الدكتور، ايه الاجراءات؟ هل لسه في دكاتره بتعمل هذه العملية في منشأة صحية مرخصة؟ للأسف لسه فيه. احنا عندنا للأسف 82% من حالات ختان الإناث في مصر وفقا للمسح السكاني الصحي 2014 بيقول ان حالات ختان الإناث بتتعمل على ايد الفريق الطبي بنسبة 82%. طيب هي حاجه 70% 78% اطباء مجرمه. طبعا مجرمه قانون من 2008، يعني اللي هيتم ان هو يشترك في هذه الجريمه بيتحبس من 5 لـ7 سنين، ولو ادت لها مستديمه او وفاه بيبقى سجن مشدد. بالظبط كده. بس هل الاهل كمان من سنه لـ3 سنين، والاهل سواء الاطباء او الاهل. لكن هل نقابه الاطباء مثلا بتشطب الاطباء؟ هل بيتم غلق هذه المنشاه الصحيه اللي عملت الجريمه دي؟ محتاجين نفعل او نغلظ العقوبه في هذا الموضوع؟ هو التغليظ موجود خلاص، هو اتغلظ في 2016 واصبح القانون اهو موجود. فين بقى اجراءات اللي بتعملها نقابه الاطباء مع هؤلاء الاطباء؟ يعني لما يبقى عندي طبيب خد عقوبه فعلا في وفاه الطفله سهير البتع اللي توفت في 2013، وهذا الطبيب بعد ما خد العقوبه بتاعته بيمارس مهنته عادي جدا وعيادته مفتوحه وبيعمل ختان اناث. طيب يعني حضراتكم كمؤسسه بتعمل ضد ختان الاناث بتطالبوا بايه في هذه النقطه تحديدا بالنسبه للاطباء؟ لان الاطباء عنصر مهم واساسي في هذا الموضوع، لانه كمان بيضفي نوع من الشرعيه
على هذا العمل، انا رايح اعمل كده لبنتي في مكان مترخص، ودكتور فاهم ودارس وعارف واخد تصريح بممارسه المهنه هو اللي بيعمل الموضوع ده، مش بيتعمل في حته مش صح او تحت بير السلم او في اماكن مشبوهه ممكن الناس تقلق منها او تخاف منها او تتردد. احنا ممكن كده نكون بنساعدهم بشكل غير مباشر انه بنطفي شرعيه على هذا العمل. ده بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه دايما، بنقول لهم يا جماعه فين دور نقابه الاطباء؟ فين دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة في التفتيش على هذه المنشآت؟ على فكرة معظم المنشآت دي معروفة، معروفة بتتعمل فين؟ عند الناس، بس الناس نفسها هي اللي بتداري على الطبيب، لأن هم بيعتبروه بيقدم لهم خدمة، فهم سايبينه مستمر وبيحموه بنفسهم. لازم هنا إدارة العلاج الحر تعمل تدخل، تروح تبص على المنشأة دي، تبتدي تغلقها، تشوف لها ايه الاخطاء اللي موجوده جواها، لو هي مش قادره تثبت عليها الجريمه شوفي اكيد في اي مخالفات تانية اقفلي بيها المنشاه. لكن ما ينفعش اسيب مكان زي ده بيقتل بناتنا. على فكره القتل مش بس انها تموت وهي يعني وتدفن، هي بتموت وهي حيه، فما ينفعش ان انا اقبل باستمرار وجود هذه الجريمه. هي مش عمليه، ما فيش دكتور درسها، ما فيش كتاب طبي كاتب حاجه عن حاجه اسمها تشويه الاعضاء التناسليه، مفيش دكتور من حقه ان يشوه بني ادم. فما ينفعش ان انا اسيب هؤلاء الاطباء لسه بيتقال عليهم اطباء. ليه المفاهيم المغلوطه عند الناس؟ يعني طبعا الاطباء جزء بس مش هم العامل الاساسي، هم عامل مساعد، لكن يمكن العامل الاساسي والرئيسي هو الاسره، الاب والام اللي تربوا على مفاهيم مغلوطه ان دي عفه للبنت. صح. من الناحيه الطبيه والصحيه عفه للبنت ازاي؟ منين يعني؟ مفيش خالص. اذا كان العفه هنا في المخ، العفة في المخ هي دي اللي القيم والأخلاق كلها موجودة في المخ، عمرها ما اتوجدت في الأطراف. طلع الموروث ده ازاي وازاي انتوا بتقدروا تحاربوه وتوعوا الناس بعكسه؟ دايما لما بنقعد نتكلم معاهم بنتكلم يعني تدريجيا ببساطة كده. أنا لما أحب أربي ابني وأمنعه من إن هو ياخد حاجة مش بتاعته، السرقة، بقطع له إيده ولا بفهمه إن السرقة غلط؟ لما ابتدي نعلمه الصوم بخيط له بقه ولا بقول له ان الاكل ده ما ينفعش تاكله من الساعه كذا للساعه كذا عشان خاطر تعاليم دينك بتقول كده، بحببه في ربنا. بنبتدي ندخل لهم من المداخل ديت. هنا انت لما بتيجي تتكلم على الجزء بقى الخاص بالعفه، العفه انا لو ربيت بنتي على ان ربنا شايفها في كل وقت، وان سواء الولد او البنت، على فكره احنا بنتكلم عن العفه بنتكلم على الاثنين، ما بتكلمش على البنت بس. ربنا لو شايف، لو انا مؤمنه بدي وبحب ربنا ومش عايزه ازعله مش هغلط. احنا بنحاول نوصل لهم بالطريقه دي. إيه الناس لما بتفهم بتقتنع. على فكره نوعيه الاسر المستهدفه مين وفين؟ اكتر حاجه يمكن في الصعيد، لسه العاده دي موجوده في الصعيد. احنا عندنا النسبه وفقا للمسح السكاني الصحي 2014 قالت ان السيدات اللي من سبق لهن الزواج ما بين سن 15 ل 49 سنه نسبه 92%. حضرتك بتتكلمي عن نسبه هايله مش نسبه قليله. تم ختانهم. تم ختانهم. والبنات اللي في المرحله العمريه من 17 ل 19 سنه عندك 61% اللي هم ممكن يتختنوا بعد كده. معظمهم في الصعيد؟ على طبعا الغالبيه العظمى في الصعيد، النسبه الاكبر في الصعيد. الحاجه الاخطر لما اتعمل المسح النشء والشباب برضه في 2014 وابتدى يتناقشوا مع الشباب وياخدوا وجهه نظرهم وتوجهاتهم نحو الجريمه ديت، 70% منهم قالوا انهم هيعملوها لاولادهم. ليه؟ لان هم شايفين ان هو ده الحمايه اللي هتتقدم للبنت من اللي هتكفل لها ان هي ما تنحرفش. لان المعلومه واصله غلط، احنا ما قدمناش المعلومه الصح لاولادنا لشبابنا حتى. دي اكبر مشكله احنا هنواجهها في المستقبل لو احنا ما عملناش تدخلات صح. هم الشباب دول. طيب خلونا دلوقتي يعني البنت بيقولوا ان ديت بتتعملها علشان العفه ليها، ايه الاضرار النفسيه والصحيه والجسديه عليها بعد ما بتتعمل لها حاجه زي كده؟ هل هي فعلا بتفيدها في حياتها ولا بتؤثر على حياتها الزوجيه وحياتها الصحيه بشكل كبير؟ نهائي ما فيش اي فايده، كلها مضار. الضرر الاولاني هو الصدمه النفسيه اللي بتتعرض لها البنت، لان الاهل إيه؟ المفروض بيحموها هم اللي بياخدوها بنفسهم، يعرضوها لناس غرب، يعرضوها قصاد ناس غرب، يغتصبوا جزء من جسمها وجسمها ويقطعوا في سن صغير وهي مش فاهمه حاجه، غير قادره عن الحمايه حتى انها تدافع عن نفسها. ادي ده اول ضرر.
ده أول ضرر من الأول خالص، بداية من الأهل إنها بتتفاجئ إن مصدر حمايتها بقى هو مصدر ضررها، وهي مش فاهمة ومغلوبة على أمرها ومش عارفة ليه، هي مش عارفة بيتعمل فيها كده ليه. طيب هي حاسة إنها أخطأت، ده أول حاجة. الحاجة التانية الأدوات اللي بتستخدم بقى. الأدوات اللي بتستخدم ما بتبقاش معقمة، لأن الطبيب اللي بيعمل كده هو عارف كويس قوي إنه بيعمل حاجة غلط، فبيبقى بيشتغل بسرعة جدا. الأدوات اللي بيستخدمها ما بيلحقش يعقمها لأنه بيعمل كذا حالة ورا بعضها، فبالتالي نسبة نقل الأمراض ما بينهم بتبقى عالية جدا. تالت حاجة إن أنا في خلال ما بيعمل الجريمة دي نفسها ممكن البنت هو بيقطع في أعضاء حساسة جدا فيها النهايات العصبية بنسبة عالية قوي، فيها الشريان رئيسي جاي بيغذي البدر. القطع في الشريان ده ممكن يسبب نزيف شديد جدا يخلي البنت تموت وهي على الترابيزة، غير الألم الشديد اللي بيحصل لو القص ده حصل بدون تخدير كمان، ده بيخليها تدخل في صدمة عصبية تسبب ممكن الوفاة. الحاجة اللي بعد كده ان انا لو حصل لي التهابات بقى نتيجة هذه الجريمة، نتيجة ان انا مش واخدة الاجراءات التعقيمية الصح لان انا بعمل الحاجة بسرعة، البنت دي بعد كده هوت ممكن يحصل لها عقم نتيجة الالتهابات اللي اتنقلتها اثناء هذه الجريمة. حاجة تانية الخوف من هذا المكان لانه اصبح يشكل عندها ألم، فلما تيجي تتجوز بعد كده المكان ده مرتبط عندها بالألم، فتبقى ليلة الزواج مرعوبة بتاعتها زي ليلة الختان اليوم الأسود، الذكرى اللي عندها هي ذكرى سيئة جدا. غير ان انا سبت لها ندبة، الندبة دي يعني حولت المكان اللي ربنا خلقه مرن لألياف عاملة زي الورقة، تبقى شديدة جدا فتعمل ألم شديد سواء عند الجماع أو ساعة الولادة. كل دي مدار عمالة تحصل لها طول حياتها. هل لما اتكلمتوا مع الستات اللي حصل لهم كده اقروا فعلا بالحاجات اللي حضرتك بتقوليها؟ احنا عيادتنا شغاله على الحالات دي على فكره. عيادات امراض النساء احنا مستفيدين من الحالات دي. شغاله عليها ماديا ازاي؟ لان انا معظم الحالات انا لما الست دي بتعمل لها الجريمه ديت انا شلت الحمايه الطبيعيه بتاعتها، فهي على طول عندها التهابات، على طول عندها جفاف، على طول عندها تسلخات. فعيادتنا احنا كدكاتره نساء شغاله عليهم. بنشوف على طول، بتيجي تشتكي انها ما بتوصلش الاشباع الجنسي، ما هي ما بتقولش انها ما بتوصلش، هي ما بتبقاش عارفه. هي بتيجي تشتكي لي دايما بألم شديد في اسفل البطن، في الحوض، ألم في ظهرها. هي مش عارفه ان اللي عامل الألم ده ان عندها احتقان شديد نتيجه انها ما بتوصلش للاشباع الجنسي، فبالتالي الدم اللي بيبقى موجود ساعه العلاقه والمفروض ان بنهايه العلاقه يبتدي يتوزع تاني على الجسم لما بتوصل للاشباع الجنسي ما بيحصلش. طيب. فيفضل الدم بيتجمع في الحوض يعرضها على طول الالام. احنا معانا كمان على التليفون الاستاذ صبري عثمان مدير خط نجده الطفل. مساء الخير يا فندم. خير نبيل، اهلا بحضرتك استاذ مشاهدين. عايز اعرف من حضراتكم خط نجده الطفل بيستقبل قد ايه من الحالات الشكاوى او التساؤلات حول موضوع ختان الاناث، وايه دور نجده الطفل في هذا الموضوع؟ طيب خليني اقول لحضرتك مبدئيا، خاصة الطفل بيتلقى اي شكاوى وبلاغات سواء من اطفال او بالغين تتعلق بتعرض الاطفال للخطر او العنف او الاشمام، وبالتاكيد من ضمن هذه الحالات هي حالات ختان الاناث. مع بدايه يونيو اللي فات وانشاء اللجنه الوطنيه لقطاع ختان الاناث بشراكه مشتركه بين رئاسه مشتركه بين المجلس القومي للطفل والام والمجلس القومي للمراه، احنا بدات الحمله في 14 يونيو مع بدايه اليوم الوطني لختان الاناث في مصر اللي بيوافق يوم وفاه الطفل بدور نهار 8. حتى الان 9 شهور من بدايه الحمله احنا استقبلنا 1589 بالغ. 91% منهم عباره عن استشارات، يتصلوا ويسالوا لسه الناس بتسال ايه هي اضرار الختان؟ الدين يتفق والدين ام هو عباده ولا عاده؟ الناس بتسال عن الاضرار الصحيه اللي حضرتك اتكلمت عنها في المقدمه. احنا من خلال اللجنه الوطنيه عملنا 700 نشاط على مستوى المحافظات بشكل قوافل وتوعيه من خلال حمله حمايه من الختان، من خلال حمله طرق الابواب وصلنا لحوالي 20 مليون مستفيد ما بين طفل وطفله وامراه ورجل. بتلاقوا النتائج او مردود هذه الحملات ازاي عند الناس؟ هل بيبقى في قبول ولا الناس بترفضها ولا ايه؟ طيب بغض النظر عن اني وقعت الطفله نادر رحمه الله عليها الخميس الماضي رجعتنا القاموس وارقام تاني مختلفه عن ختان الاناث في مصر، لكن احنا
مع بدايه الحمله اللي حضرتك عليها وبدايه اطلاق اللجنه الوطنيه لقطاع اخطاء الناس، كنا شايفين المؤشرات ماشيه كويس اللي في استجابه، وده بيبين لنا من خلال معدل البلاغات اللي ارتفع في هذه الفتره اللي عند حضرتك الست شهور الماضيين. احنا استقبلنا عدد ما استقبلوش قبل كده ال 1589 بلاغ تقريبا في خلال الست شهور دول. ده بلاغ ضد المنشات ولا الاطباء ولا بلاغ ضد الاهالي؟ لا، احنا 90% منهم بلاغات تتعلق في الشراب، 91% بالظبط الناس تسال عن اضرار الختان ونعمله ولا لا، وحالات الباقي 8% عباره عن بلاغات جات لنا من الفتيات نفسهم، سمعت الاب والام بيتكلموا يعملوا ختان، سمعت ان في طبيب جارهم. طب في حاله زي ديت انتوا بتتصرفوا ازاي لما بنت تتصل بيكوا وتقول لكم انا سمعت ان بابايا او مامتي عايزين ان هم يعملوا كده؟ بيتم التواصل فورا مع زملائنا في لجان حمايه الطفوله في المحافظات او الجامعات الشريكه مع خط نفس الصفر، بينزلوا لهذه الاسر يحاولوا يعملوا توعيه للاسره ويقدموا لهم مشوره ويقدموا لهم التوعيه من منظور الديني او منظور صحي وكمان بالمنظور القانوني ان هذه فتن الناس دي جريمه، ما هياش عمليه جراحيه لا تمس بالطب بصله، هي عمليه تشكل جريمه معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات. والحمد لله احنا يعني الغالبيه من الحالات اللي نزلنا لنا فيها مشوره كان فيها استجابه من خلال المتابعه اللاحقه بعد كده لزملائنا في لجان حمايه الطفوله والجامعات الشريكه مع خط النفس، بيراجعوا الاسر ويتاكدوا ان البنت فعلا سليمه ومعافاه وما حصلهاش اي عمليه ختان. شايف احنا نقدر في مصر نتخلص من هذه الظاهره نهائيا امتى؟ خلينا اقول ان الامم المتحده نفسها كانت حاطه خط للقضاء على اخطاء الناس او للقضاء على تشويه الاعضاء التناسليه للاناث بنهايه مع 2030. احنا الخطه بتاعتنا تقريبا من خلال الخطه الاستراتيجيه الوطنيه للقضاء على الامم المتحده في مصر وكذلك رؤيه مصر 2030 بنحاول نصل للرقم ده فعلا ان احنا نقضي على اخطاء الناس تقريبا برضه مع بدايه مع عام 2030. خلينا نقول لحضرتك النهارده اليوم 6 فبراير ما حضرتك قلتي هو اليوم العالمي لمكافحه ختان الاناث. هذا اليوم كنا نتمنى يجي التوقيت ما احسن من كده، ما كناش نشوف توقيت وفاه الطفله ندى، لكن خلينا نذكر الناس ان اليوم ده ما هوش مجرد يوم بيسمى عادي، هذا اليوم هو مناسبه الغرض منها تثقيف الناس العامه بشان القضايا ذات الاهميه وعلى راسها قضيه ختان الاناث. بنشكر حضرتك استاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل وبنحييكوا على جهودكم وربنا يقويكوا لمكافحة هذه الظاهرة. خلينا نقول كده سريعا ايه الرسالة اللي حضرتك توجهيها للأسر من ناحية تربية بناتهم الدينية والثقافية اهم من هذه العملية، هذه اللي هتحميهم زي ما حضرتك قلتي في أول لقائك ان فعلا العفة في المخ وفي التصرفات مش في عملية ختان. يمكن اهم حاجه انا بحب اوجهها لهم ان بناتنا دول امانه هنتسائل عليهم، لو انا اذيتها اكيد هتيجي تقتص مني يوم القيامه عملتي فيا كده دي، فدي اهم حاجه اعتبروها امانه يا جماعه لازم نحتويها لازم نقرب منها، لازم انا عمري ما هحميها بقطع حته من جسمها، هحميها يوم ابقى قريبه منها وتبقى كل اسرارها معايا انا مش مع حد تاني، لكن لما هعمل لها الجريمه دي انا عملت جدار وحاجز بيني وبينها هيخليني عمرها ما هتقرب مني. فأنا برجوكوا يا جماعة كل الأسر إن بناتنا دول هنتحاسب عليهم، دول يا جماعة نص المجتمع، دول أمهات المستقبل، لازم نديلهم الثقة والحماية والإحساس بالأمان وإنهم نقويهم ونعلمهم عشان هم دول اللي هيطلعوا بالمجتمع لقدام. لو أنا ما عملتش كده مع بناتنا يبقى إحنا عمرنا ما هننجح بهذا المجتمع. مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة بتطالبيهم بإيه؟ اولا وزاره التربيه والتعليم المناهج لازم يتكتب فيها حاجه عن هذه الجريمه، تضمين مواد يعني تبين طبعاً عقوبه الموضوع وبتبين اثاره الاثار الجانبيه وان هو مش من الدين ومالوش علاقه بالاخلاق ومالوش علاقه باي حاجه طبيه، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه الجامعات كليات الطب المناهج بتاعه كليات الطب لازم يتكتب فيها للاطباء ان هذه جريمه، لغايه دلوقتي ما دخلش في كليات الطب في المناهج الرسميه بتاعتها ان هذه جريمه. اللي بعد كده بقى المجتمع المدني. المجتمع المدني دوره مهم جدا، لازم نساعده ان يوصل لكل الناس. لغايه دلوقتي المجتمع المدني متكتف، مش عارف يشتغل كويس. دور وزاره الصحه دورها رئيسي وهام جدا لان عندها الوسيله اللي تقدر تقفل بيها المنشاه الصحيه اللي بتحصل فيها الجريمه.
وهي إدارة العلاج الحر. نقابة الأطباء، نقابة الأطباء دورك أساسي. أنت المفروض أنك تحاسبي الأطباء قبل أي حد تاني. ما ينفعش أن طبيب يكون بيعمل جريمة بتشوه حياة طفل وأسيبه يستمر في ممارسة المهنة. دور المجلس القومي للمرأة ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة هم قايدين بيه كويس جدا حاليا في من ساعة ما أنشأت اللجنة الوطنية، وهم واخدين على عاتقهم هذه الجريمة، والحمد لله في إجراءات كثيرة جدا بتتعمل. يعني وزارة الثقافة، فين دورك يا وزارة الثقافة؟ ليه ما بيتعملش مواد إعلامية بتقدم فيها رسائل كده؟ الدراما طيب. اللي بتتقدم في الاعلام. صحيح. طيب احنا كمان معانا على الهاتف بس سريعا دكتوره شاديه ثابت عضو مجلس النواب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذه نيفين، وعلى مساء الخير عليك وعلى اسره البرنامج والساده المشاهدين. مساء الخير يا فندم. النهارده اليوم العالمي لمكافحه ختان الاناث، وخلينا نعرف كمان البرلمان المصري ازاي بيشدد على تغليظ العقوبات وتفعيل تنفيذها على ارض الواقع للقضاء على هذه الظاهره. والله احنا من دور النقاد الثاني، يعني احنا دراسه دور النقاد الخامس. طبعا عقدنا جلسات استماع كتير جدا بكل الاطراف المعنيه بالمجلس القومي للمراه ومجلس السكان والاطباء وكل ونقابه الاطباء وكل الجهات المعنيه، وطلعنا قانون غلظنا فيه العقوبات. الاول كانت غرامات يعني واهيه خالص، بقت الغرامه تصل الى 100,000 جنيه وحبس للطبيب اللي يعمل ويتطلب اسمه من النقابه، الحبس من 3 سنين ل7 سنين، وكمان عقوبة للأم والأب اللي بيعملوا هذا الكلام. يعني مش العقوبة امتدت أن تشمل الوالدين كمان أو اللي بيدخل في هذه الموضوع أو يساعد فيه. فطبعا ده عملناه، وطبعا المفروض القانون يتفعل على أرض الواقع. وبرضك يعني ده حد من ناس كتير خلاص نسيت كلمة الختام، ولكن في الريف في بعض الناس بتعتبرها يعني تقول لك سنة، هي مش سنة ولا حاجة، وفي ناس بتعتبرها للعفة ما لهاش دعوة خالص بالعفة، هي أساسا تربية وبس. احنا بنقول الختام ملوش دعوة بالكلام ده، ولسه في حالة ميتة بسبب الختام. فطبعا احنا برضك بندعو زي ما حضرتك قلت كلام مهم جدا دلوقتي، هو التنويهات التلفزيونية والتنويهات الإعلامية، لأن دي وده دورنا اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. فعلا دكتورة شادية، احنا بنحاول نسلط الضوء على هذه الجريمة. بشكر حضرتك دكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، وبشكر حضرتك كمان دكتورة رندا فخر الدين على وجودك معنا. دي